بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في أرضه الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأهلا وسهلا بكم أحبتنا مشاهدي فضائية الإمام الحسين عليه السلام في حلقة جديدة من برنامج تنمية بشرية. ولكن اليوم عنوان حلقتنا تنمية والحياة، هل يمكن للتنمية البشرية من تنمية المجتمعات كما ونوعا؟ ما هي أبرز الأدوات التي تستخدمها التنمية البشرية؟ وهي أبرز العناصر اللي تستخدمها التنمية البشرية؟ وهل يمكن لهذا المفهوم من وقاية الطلبة من الانحرافات الفكرية ورياح العولمة اللي تعصف في أولادنا في طلبتنا؟ الإمام علي سلام الله عليه أبرز صور التنمية البشرية اللي ضربها للعالم الإسلامي من خلال فترة توليه الحكم، بحيث أصبح منارة يستند عليها أصحاب العقول وخاصة في الجانب السياسي. كثير من التساؤلات، كثير من الأسئلة أيضا سيتم جمعها وطرحها على طاولة الضيوف الكرام للحصول على وجهات نظر والحصول على إجابات على تكون شافية وكافية. خلونا نشوف هذه الإجابات وجهات النظر ونرجع لكم إن شاء الله بالخير والبركة. التنمية هو من الموضوعات التي يكثر حولها الحديث وتصار حولها التساؤلات، وبالتحديد في المجتمعات التي تعيش أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية متعددة، وخصوصا في بلادنا التي يكثر الحديث عنها بأنها مجتمعات متخلفة أو مجتمعات في طور النمو. هذا المفهوم من الضروري أن نعرج على بداية انطلاقته. فالمجتمعات البشرية منذ اللحظة الأولى وهي تبحث على كيفية التوفيق بين احتياجاتها وبين ما يتوفر لها من إمكانيات، لذلك راحت تسعى إلى تطويع الطبيعة من أجل تحقيق المزيد والمزيد من الحاجيات، وهذه الحاجيات التي ترتفع وتزداد شيئا بعد شيء. من هنا راحت المجتمعات تبحث كيفية التوفيق بين نمو هذه الحاجات وارتفاعها وازدياد نسوبها وبين محدودية الموارد، وهذا الأمر الذي جعل من البشر أن يفتشوا على حل لما يسمى بمفهوم الندرة ومفهوم هذه الفجوة بين الحاجيات والإمكانيات. بالنسبة لموضوع التنمية يتقاطع خطان كبيران، خط اجتماعي وخط تنموي. البعد البشري واضح فيه، هذا الأمر مستجد في الحضارة البشرية ككل، وأول ما عرف بعد الحرب العالمية الثانية أمام الأحداث الخبيرة والخطيرة التي جرت على بلدان أوروبا الغربية بشكل عام وتبعتها فيما بعد إلى أوروبا الشرقية، أمام الدمار الهائل الذي كلف البشرية ملايين الناس ومليارات الأموال، كان لابد من تدخل تنموي شديد. طرح فكرة مشروع مارشال وفكرة تعويض عما وقع بخط ماجينو، ولذلك البشرية لم تكن قبل 1956 تعرف هذا الأمر مطلقا ولم يلتفت إليه أحد. مع الأيام طبعا الحكومات دخلت وأشرفت بشكل مباشر على خط التنمية بأبعاد ليست بريئة كل البراءة، فالشعوب الغربية تعودت على النهوض ضمن خطط مبرمجة موزعة على سنوات ومراحل، خطة خمسية، خطة عشرية، لاسيما على مستوى دولة ألمانيا بمقدمة هي التي طرحت هذه الفكرة وعادت بناء نفسها، لأن الدمار اللاحق بألمانيا كان كبيرا وخطيرا جدا. ولذلك هذا الموضوع التنموي معروف بضمن هذا الإطار البشري المتعدد الأوجه. بالنسبة لموضوع التنمية البشرية أو التنمية الإنسانية إذا صح التعبير، هناك عدة أسئلة في هذا المضمار. ماذا نعني بالتنمية البشرية؟ ما واقعها اليوم وما هي آفاقها المستقبلية؟ بما أن الإنسان وكائن متعدد الأبعاد والشخصية الإنسانية كيان مركب يزداد نموا وتطورا في مختلف العناصر
أو الجوانب الإنسانية الموجودة فيه، ويتكون منها من أكثر من نموذج ومن أكثر من أنموذج إذا صح التعبير. هناك ما يسهم في زيادة معرفته، وهناك ما يسهم في إنقاص هذه المعرفة. أما بالنسبة للتنمية المجتمعية أو التنمية البشرية، لابد أن نتوقف عند نشأة هذه التنمية. كانت منذ العصور القديمة التنمية موجودة حيث وجود الإنسان، وبما أن الإنسان كائن متعدد الأبعاد كان لابد من التنمية البشرية. في البداية عندما نتحدث عن التنمية البشرية وعلاقة هذه التنمية بحركة الإنسان في المجتمع، فإننا يمكن لنا أن نلحظ هذا المفهوم من عدة مدخلات. فبعيدا عن التعريفات النظرية التي قد تتعدد في تحديد مفهوم التنمية البشرية بالمباشر، إلا أننا يمكن أن نفهم بشكل عام أو بشكل أولي بأن التنمية تمثل الإطار الذي يمكن من خلاله للفرد أن يتطور ويتقدم ويستفيد من المقدرات والإمكانات المساعدة على تحقيق واقع اجتماعي أفضل. وعندما نتحدث عن التنمية البشرية، فإن التنمية البشرية بالمباشر تشكل عنصرا فاعلا للإنسان لإثبات حضوره الاجتماعي، فهو من جهة يمتلك القدرات والإمكانات، ويساعد في ذلك قدرة توظيفه لهذه القدرات والإمكانات. لذا عندما نتكلم عن التنمية من هذا المدخل، أو التنمية البشرية بالتحديد من هذا المدخل، يهمنا أن نتوقف عند إحدى أهم العناصر التي تشكل لهذه التنمية المنطلق، وهي العلم والمعرفة. أولا، لابد أن نعرف أن لكل علم موضوع، وموضوع علم التنمية البشرية هو الإنسان. فإذا أردنا أن نعرف ما هي نظرة السماء، نظرة الأديان السماوية إلى هذا العلم، يظهر لنا بشكل جلي لا لبس فيه ولا ريب أن موضوع ومحور الرسالات السماوية هو الإنسان، تنمية الإنسان في كل أبعاده. ولو اطلاع بسيطة على القرآن الكريم نجد أنه لا يوجد قاعدة من قواعد علم التنمية البشرية إلا ولها أصل في القرآن الكريم، لأن الرسالات السماوية محورها الإنسان. إنا كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا تحدثنا عن التنمية البشرية لا يمكن أن نتحدث عن تنمية بشرية من دون حرية. مثلا من أركان ومن لوازم التنمية البشرية الحرية. نجد القرآن الكريم ماذا يقول؟ يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. من دون الحرية لا يوجد تنمية بشرية، ولا نستطيع أن نتحدث عن تنمية بشرية وتنمية إنسانية، تنمية الفرد أو تنمية المجتمع من دون حرية. ركز الإسلام على مفهوم الحرية وعلى أهمية الحرية في حياة الإنسان لكي ينطلق في مسيرة البناء وعمارة الأرض، لأنه خليفة الله في الأرض. من هنا أول مفهوم نشأ، مفهوم التنمية الذي راح يركز على كيفية تحقيق القدرات الاقتصادية والموارد الاقتصادية. ولكن من خلال البحث في هذا المجال تبين أن الغاية الأساسية بما هي
بما أنها تتمحور حول الإنسان ورفاهية الإنسان وسعادة الإنسان، تبين أن المفهوم التنمية ببعده الاقتصادي لم يحقق هذه الحاجة. لذلك أضافوا لمفهوم التنمية مفهوما جديدا، وأضافوا إليه بعدا جديدا وبعدا أساسيا، وهي البعد البشري. فصارت التنمية ترتبط مباشرة بالبشر، التنمية البشرية. ومن هنا راحوا يفتشون كيف يمكن لهذه البشرية أن تبلغ سعادتها ورفاهيتها. وأيضا هنا تعددت الاتجاهات وتعددت النظريات، وهذه النظريات للأسف دائما ما كانت تصل إلى حائط مسدود، تعطي بفترات بشكل ما تعطي رسائل إيجابية، لكنها بالمقابل تعطي كم من هائل من الرسائل الغير إيجابية، والتي عبرت عنها بكثير من مظاهر الفقر والجوع والعوز والحروب والاضطرابات الاجتماعية والاضطرابات النفسية على مستوى البشر. عندما نتحدث عن الاجتماع نتحدث عن موقع آخر من مواقع التنمية، لأن التنمية تشمل الصروح الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والنفسية والعلمية والإنسانية. والنهوض بالمجتمع أمر ليس بالسهل، على الإنسان أن يدرج مدارج متعددة للوصول إلى نهاية سعيدة. لذلك هذا الأمر يتناول القضايا الأيديولوجية، القضايا الاقتصادية، القضايا السكانية، القضايا العلمية، القضايا الثقافية بشكل عام. على الصعيد الغربي طبعا الانطلاقة كانت مهمة ومجدية، ولكن عندما تحول هذا الأمر إلى نظرية العولمة وقف المجتمع حاسرا أمام هذا المد الخطير الذي يمارسه الغرب، لأن الغرب عندما انتقل إلى ريادة وزيارة البلدان الأخرى لا سيما في الشرق الأدنى والشرق الأوسط تحول إلى وحش كسر تحت أعباء مفهوم الرأسمالية التي مارستها أمريكا قبالة الشعوب الأخرى. يعني الآن عندما ننظر للمستوى الأمريكي الحاصل في العمليات الاقتصادية في العالم نرى أن مركز القرار العالمي هو أمريكا فقط، والجميع يطيع بالعصا أو باعتماد سياسة الجزرة. ما هي هذه التنمية البشرية؟ التنمية البشرية هي التنمية الكلية للعنصر البشري على مستوى المجتمع لتشمل جميع مراحل حياته، تشمل أيضا الموارد الإنشائية والنفسية والمقدرات الذاتية والكمالات الإنسانية الموجودة فيه وأيضا القابليات. منذ القدم كانت التنمية البشرية موجودة، كانت موجودة مع الرومان، كانت موجودة في العصور القديمة وفي عصورنا الحديثة، حيث بدأت النشأة حول موضوع التنمية البشرية مع القرن 19 تقريبا، وحين بدأنا بالدراسة سيكولوجيا الإنسان. قديما كانت هناك ثلاث عناصر، العنصر الأول الذي يكون هو المعلم الماهر، ولا بد أن يكون هناك معلم ماهر ونسميه المدرب، وأيضا الصانع الماهر وهو الذي يعتبر هو المتدرب، وصناعة المهنة أو طبيعة المهنة وهم المتدربون. عندما يمتلك الإنسان العلم والمعرفة وتحديدا في إطار موقعه بأنه خليفة الله في الأرض، هذا يمكنه من أن يكون أكثر حضورا على تحقيق التنمية البشرية المطلوبة. ومن هذا الموقع بالمباشر فخلافة الإنسان لله في الأرض تهدف إلى عمارة هذه الأرض، وهذه العمارة عندما يهيئ لها الإنسان قدراته وإمكانياته فإنه يمكن أن يقوم بالدور اللازم له. فهنا تأتي التنمية البشرية لتكون الرافد والعامل المساعد في تحقيق الواقع الاجتماعي الأفضل. هذا الواقع عندما نتحدث عنه وخاصة في إطار المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن نغفل بأنه سيكون مستهدفا ومحل رصد من قبل القوى التي لا يروق لها بأن تنمو وتتطور هذه المجتمعات. لذلك عندما نتحدث عن التنمية البشرية وأثر العولمة أو تأثير العولمة عليها، نفهم مباشرة بأنه هناك استهداف مبرمج، هذا الاستهداف يسعى إلى الحد من قدرات التنمية البشرية لكي لا يصل معها الإنسان
وهو يؤمن تماما بأن العلم والمعرفة هي المقدمات لهذه التنمية، وأن موقعه في الأرض بأنه خليفة الله في أرضه، وأنه يهدف إلى عمارة هذه الأرض، تأتي العولمة بمندرجاتها ومكوناتها لتحد من هذا المجال. نجد الإسلام حارب موضوع البطالة وشجب موضوع البطالة وحث على العمل وعلى الإنتاجية. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا التقى بشاب أو بشخص سأله عن ثلاث، عن اسمه، فإذا كان اسم غير مناسب وهذا له أثر نفسي في تنمية نفس الفرد أن يحمل الاسم الحسن، فإذا كان اسمه غير حسن بدل اسمه وسأله هل أنت متزوج ألك أهل، فإن قال لا حثه على الزواج، وهذا أيضا جانب التنمية البشرية المستدامة، لأن الإنسان هو منطلق الحياة وهو غاية الحياة. ركز الإسلام على هذا المفهوم المقدس، مفهوم الزواج، ثم بعد ذلك سأله قال ألك عمل، فإن قال نعم فرح النبي وشجعه، وإن قال لا قال قد سقط من عيني. فحث الإسلام على العمل وعلى الإنتاجية وعلى محاربة البطالة. ونجد في السيرة يعني الشواهد كثيرة والمقام لا يتسع، بس نجد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عهده بنى المخازن والمحلات وفتح الأسواق وشجع على التجارة وعلى الصناعة وعلى الزراعة، مفاهيم كثيرة. مفهوم المبادرة في الإسلام، وهذا يحتاج إلى بحث مفصل، وهو ركن من أركان التنمية البشرية. ثم السبق للإسلام في قواعد هذا العلم، لأن بعض المجتمعات الغربية ممن فتحوا جامعات خاصة بهذا العلم منهم من يعتقد أنه الأصل في الحياة المجتمع، ومنهم من يعتقد الفردية. من هنا كان السؤال الأساسي، كيف يمكن لهذا الإنسان أن يصل إلى سعادته؟ وهل سعادته فقط بتحقيق احتياجاته المادية وبالتحديد في الجانب الاقتصادي؟ يعني لو أن الإنسان حصل على موارد اقتصادية كافية، هل يستطيع أن نقول أن هذا الإنسان مرغى الهدف الذي تسعى إليه التنمية؟ تبين أن هذا المفهوم ببعده الاقتصادي غير مجدي وغير نافع، لذلك أضيف إليه أبعاد أخرى تداولت مسألة البعد الجانب التعليمي والجانب الصحي وجانب المشاركة في حرية التعبير وحرية الرأي، وجانب الذي له علاقة بالجانب البيئي بموضوع فرصه الأفضل من تمكينه بشكل أفضل من أجل أن ينطلق بالحياة نحو المزيد من التطور ونحو المزيد من الرفاهية. وهنا وقعت مشكلة عندما راح الإنسان ليبحث وليطوع الطبيعة نحو المزيد من تحقيق إمكانيه الحاجات، وقعت المجتمعات البشرية بأنها أمام أزمة للأجيال القادمة، يعني للرفاهية والسعادة ليست فقط للبشر الذين الآن موجودين على الحياة. السؤال الذي بدأ يطرح نفسه، ما هو مصير المجتمعات القادمة؟ ما مصير الأجيال القادمة؟ لذلك أضيف لمفهوم التنمية بعدا جديدا، وهو بعد الاستدامة، فصار المفهوم مفهوم التنمية البشرية المستدامة. والمفهوم التنمية البشرية المستدامة المقصود به تحقيق سعادة ورفاهية الإنسان الحالي، والأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومتطلبات الأجيال اللاحقة. هذا الأمر عرف العرب نتاجه مؤخرا،
بعد مرحلة الانتداب على صعيد البلدان العربية في سوريا وفلسطين ولبنان والأردن والعراق وسائر الأقطار العربية بعد أن تم تقاسم النفوذ. عندما نتحدث عن التنمية البشرية نتحدث عن وجهها الإيجابي ونتحدث أيضا عن وجهها السلبي. يعني الاستعمار عندما يخدم لا يخدم لمجرد الوصول بالكادرات البشرية والإنسانية إلى مستوى من الرقي والاكتفاء الذاتي يعنونه تحت هذا العنوان، وإنما يخدم وصولا إلى قناعة يريد أن يثبتها وأن يعمل على أساسها. لذلك مشاريع التنمية في الغرب عامة مشاريع ممهورة بالطابع الاستعماري والاستبدال الثقافي، كما هي الحال في كولومبيا وفي فنزويلا وفي الشرق الأوسط. لذلك علينا أن نتحدث عن هذا الموضوع بإيجابية إلى حد ما، ونشير إلى المواقع السلبية التي يهدف من خلالها الغرب إلى مصادرة القرار ومصادرة الخيرات ومصادرة الموارد البشرية التي يعمل على تنميتها. المصطلح في التنمية المجتمعية أو التنمية البشرية له مسائل متعددة، هناك لابد من مشاهدة، حوار، الشرح الفعلي، وهنا تكمن العملية التربوية التدريبية حيث الدربة المناسبة لكل مجتمع على حدة. إذا ما أردنا أن نتوغل أكثر في هذه التنمية المجتمعية أو التنمية البشرية، حيث يطالعنا فيلسوف ألماني يوهان فريدريك، حيث يقول أنه لابد القيام من سيكولوجيا محددة لتطوير البرامج التعليمية وتطوير التنمية البشرية، حيث لابد أن تشمل المدارس، الجامعات، تشمل المرء نفسه. وهذا حضرة المولى علي عليه السلام قد ركز لنا منظومة تربوية شاملة انطلاقا من الإسلام المحمدي، حيث ركز أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج الحياة نهج البلاغة، وهنا أسمح لنفسي أن أسمي نهج البلاغة نهج الحياة، نهج الفقه والحب والحياة، هذه المقولة الثلاثية الأبعاد، نهج الحب، نهج البلاغة، هذا النهج حيث وضع لنا منظومة تربوية كاملة، إذ ينطلق من الإنسان وإلى الإنسان، حيث بدأ حضرة المولى علي عليه السلام بمنظومته الفكرية، أطروحته المنظومة الفكرية الشاملة بخمسة أسئلة: من أين وإلى أين، كيف، متى، ولماذا. وما يمكن أن نشهده في بعض البلدان التي تسعى إلى أن تتخذ من التنمية البشرية إطارا لها لكي تتقدم وتتطور، ولكن أمام ما تقدمه وسائل العولمة وقدرات العولمة والدول الراعية للعولمة فإنها تحد من ذلك. لذا نرى الكثير من دول العالم مما يصنف بالعالم النامي أو دول العالم الثالث لم يقدر لها بأن تعمل في إطار التنمية البشرية اللازمة، فهي بشكل أساسي تسعى لتحقيق مقدار من التنمية ولكن في إطار تبعيتها للدول الأقوى والأفعل والتي تهيئ مصالحها بما يخدم أهدافها المباشرة، فهي بذلك تحد من إمكانيات التنمية. فعندما نتحدث عن التنمية، عن القدرة على توظيف العلم والمعرفة من أجل الهدف الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للإنسان وهو خليفة الله في أرضه أن يعمر هذه الأرض، يجب أن تكون التنمية منطلقة من القدرات والإمكانيات والتي قد تتعارض مع أهداف العولمة التي تسعى إلى النظر إلى مختلف المجتمعات بأنها مجتمع واحد، لا يمكن لهذا المجتمع أن يتقدم أو يتطور بمعزل عن ركب العولمة التي تريد أن تفرض رأيها واتجاهها في هذا الإطار. الفكر الإسلامي، النهج السماوي، القرآن الكريم ركز على تنمية الفرد وركز على تنمية المجتمع، بمعنى أن الفرد ليس بمفرده محورا والمجتمع ليس بكله محورا، إنما بناء الفرد على اعتبار أنه لبنة أساسية في بناء المجتمع، والمجتمع
ككل نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذن نظرة الأديان السماوية، نظرة السماء، وهي النظرة السباقة والنظرة الأساس إلى مفهوم التنمية البشرية، يجب أن نستخلص منها قواعد ندعم بها هذا العلم، والقواعد كثيرة، وأفضل وأكثر من كتب من مراجعنا العظام رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين، الإمام آية الله العظمى المرجع السيد محمد مهدي الحسيني الشيرازي، كتب وإن لم يكتب تحت عنوان التنمية البشرية، إنما كتب في موضوع علم التنمية البشرية مجموعة من الكتب، الآن على ما في بالي الصياغة الجديدة، السبيل إلى إنهاض المسلمين، ممارسة التغيير، وغيرها من الكتب النافعة في هذا المجال. وأيضا من أحب أن يطلع على مساهمات أو على القواعد التي أرساها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فيما يختص بهذا العلم، علم التنمية البشرية، وعلى الأخص في الجانب التنموي الاقتصادي والجانب لأن تعلمون أن أول ما بدأ كعلم يتبلور هذا العلم، علم التنمية البشرية، بدأ بهدف اقتصادي، تنمية الاقتصاد. فمن أراد أن يطلع على القواعد التي أرساها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا العلم فيما يختص الاقتصاد وما يختص السياسة وإدارة البلاد، فليطلع على كتاب السياسة من واقع الإسلام للسيد المرجع السيد صادق الشيرازي حفظه الله، يجد هناك قواعد كثيرة قد أرساها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال. أهلا وسهلا بكم من جديد أحبتنا مشاهدي فضائية الإمام الحسين عليه السلام، طلعنا وإياكم على وجهات النظر وعلى الإجابات حول التساؤلات اللي تم طرحها، وأعتقد ضافت لنا شيء الكثير في حياتنا، وضافت لنا إشارات تساعدنا في المسير في طريق حياتنا الوعر. أحبتنا الكرام، كالمعتاد نختم كلمة ونقول لا تكن أسهل ما في الحياة ولا تكن أصعب ما في الحياة، بل كن أنت الحياة في أسمى معانيها. كن مع الله يكن معك. في أمان الله.